مرحبا بك سيد علي في منتصف الشهر هذا الشهر سيصادق البرلمان الاتحاد الاوروبي فعليا سيصادق على قرار ربما سيضع العراق بالدول عاليه الخطوره هل زياره الكاظمي ممكن ان توقف هذا القرار نعم استاذ محمد تحيه لك وللساده المشاهدين الكرام حقيقه الكاظمي حمل في حقيبتها الكثير من الاجندات والملفات الى القاره العجوز وبضمنها هذه النظره التي اصبحت يعني تزيد قتامتها عن المشهد الامني والسياسي والاقتصادي في العراق وان العراق اصبح يشكل خطرا او جزء من مصادر الخطر في المنطقه الاقليميه وحتى العالم فبذلك يحاول السيد الكاظمي توضيح المشهد بصوره ايجابيه ونقل ابرز المراحل الاصلاحيه التي شرعت حكومته بتنفيذها وهذا ما يعطي زخما اكبر ويعزز قناعه الاوروبيين بان العراق اصبح يقترب من المرحله الطبيعيه للدول الاكثر استقرارا بفضل الخطوات الامنيه والاقتصاديه وحتى السياسيه والاداريه داخل منظومه مؤسسات الدوله التي شرع السيد الكاظمي بتنفيذها وهذا ما يفسح المجال امام مبادرات وتطلعات وتواجد دبلوماسي وعلى مستوى منظمات حقوق الانسان داخل العراق و خصوصا انه هذه الدول لها دور كبير وبصمه واضحه في السياسه الدوليه وحتى الاقتصاديه على مستوى العالم فان استطاع السيد الكاظمي ويعني هو اقترب من تحقيق هذا الامر باقناع تلك الاطراف بان العراق بات بيئه استثماريه امنه وكذلك كيف سيقنع الكاظمي نعم. هذه الدول بانها يعني بان العراق اصبح بيئه استثماريه امنه؟ كيف سيستطيع الحصول على دعم اوروبا، معلوم ان العراق لديه علاقات مع الولايات المتحده مثلا، لديه علاقه مع ايران، كيف سيستطيع ان يقنع الاتحاد الاوروبي وسط هذا الصراع بين امريكا وايران داخل العراق بان ياتي وهناك استثمار امن له؟ نعم، حقيقه هذا الامر يبدو صعبا لكنه غير مستحيل هنالك خطوات على المستوى الدبلوماسي تحرك بها السيد الكاظمي لاقناع الكثير من الفصائل المسلحه باللجوء الى الهدنه في هذه المرحله وهنالك خطوات سوف يكون دورها ايجابي في المرحله المقبله اضافه الى التحركات يعني المتعلقه بالجانب الامني لمكافحه الارهاب وكذلك الجريمه المنظمه داخل البلاد هنالك خطوات حقيقيه تنفذها الاجهزه الامنيه في هذا المجال على مستوى مكافحه الفساد ويعني الجريمه الاداريه المتعلقه بجانب الفساد و وجود عمليات في هذا المجال هنالك الكثير من الخطوات التي اتخذتها الحكومه في هذا الجانب وهو جزء من البرنامج الاصلاح نعم. الذي شرعت في تنفيذه منذ يوم الاول لوجودها في دفه القياده وبكل هذه الخطوات يمكن اقناع الكثير من الاطراف بالعدول عن قرارات كانت تفكر في اتخاذها تجاه العراق او حتى اقناعها ب يعني الشروع باتخاذ خطوات اكثر جراءه وهذه الأمر يعني سوف يكون انعكاساته ايجابيه نعم. للطرفين اللي... نعم عزيزي نعم. عذرا للمقاطعه شكرا لك سيد علي البيدر المحلل السياسي كنت معنا من اربيل